شوفوا تاريخ تطور العملة من 600 قبل الميلاد إلى 100 قبل الميلاد، يعطيك التايم لاين كامل. تحتاج تشوف ظهر العملة، بس اضغط عليها. نفس الشيء هنا عن صناعة الذهب. نعطيك تفاصيل كل قطعة، البروفيننس من وين جاي، منطقة زاوي، كرياتيف بروسيس شلون قام يتصنع، القوالب المولد اللي قاعد يستخدمونه. بعدين تروح حق قطعة ثانية، نفس الشيء تختار قطعة ثانية باللغة الإنجليزية، نبي القطعة هذه مثلا، نرجع ورا، نحتاج القطعة هذه لنولة اللي هي من أجمل قطع في العصر البرونزي، طلعت تقريبا في إيطاليا وفرنسا. شوفوا كان لها فرنسا، بعد وقت أشوف في إيطاليا واحدة، البروسيس شلون كانوا يسوونها. كل الامبراطوريات العصر البرونزي، تكلمنا عن الاخميني مثلا، الروماني، اليوناني، هني قاعد ننزل بالتاريخ مع عصر الامبراطوريات. شخصية دائما احب اقرا عنها من ايام الجامعة، صاحبنا اغسطس اول امبراطور روماني 40 قبل الميلاد. 2007 سويت اول بحث في الماجستير في أمريكا عن حضارة تويتويكان في المكسيك، مصنوع من الجيد، من أغلى القطع في العالم. كانت مدينة جدا ضخمة، وهي تقريبا تعتبر آخر المدن اللي استمرت بعد حضارة المايا وانتهت تقريبا 300 ميلادي. دخلنا قاعة الأديان، طبعا هم راح نشوف قطع أثرية عن البوذية والمسيحية والإسلام. قطعة نادرة من الدولة الإلخانية، الإلخانية هي دولة طلعت في إيران تقريبا 150 سنة، هذه الدولة ما لها إلا عملات، فنادر ما نلقى لها قطع أثرية. المادة مصنوعة من اللستر، وهي تقنية ما حد عرفها إلا أهل كاشان ونيشابور في إيران قبل تقريبا 1000 سنة. عندي ملاحظة أن هذه الآيات الجميلة البانلز، بسم الله الرحمن الرحيم، حطينا آخر شيء، المفروض يبدأ من هناك، بسم الله الرحمن الرحيم ويكمل. بين ممر وممر ما في أي مساحة فاضية، لازم يستغلونها في الجامات هذه، زجاجيات زائد كتابات او اي إلمنت انك انت لما تعبر ما يعني ما تطوف المكان، مستغلين كل مساحة موجودة. قاعة جميلة الأديان من خلال الكتب المصاحف، اسفار موسى عليه السلام 1495 من اليمن، تقريبا ثاني او ثالث اقدم صفيحة قرآنية من الخط الحجازي، القرن الخامس عفوا السادس والسابع الميلادي. كلها قطع تتعلق في طريق الحرير 700-800 ميلادي إلى 1200 سواء البري أو البحري، وهذا كله لقوه في عمان منطقة الوقبة
تقريبا 1200 قبل الميلاد، كلها عملات إسلامية روعة. شوفوا كامل لقوه داخل الجرة. توقف شو شرحت عن الدولة الإلخانية واللستر، هذا كاهو الفخاريات الكاشاني اللي قلت لكم عنها، كان اكتشاف كاشاني ونيسابوري. 1200 الكاشاني اخترعوا طريقة جديدة في عملية التعدين وتلوين الفخار، وايد راقي. شوفوا الميتاليك اللي عليه، هذا نوع من المواد يسمون البريق المعدني، يدخلونه مع الألوان ومع الطين. كان تكنولوجيا فذة قبل 700 سنة بالضبط. أكيد نيشابوري، دولة سامانية طبعاً متخصص بالآثار الإسلامية، راح يعرفها عدد لها تسمية حلوة يسمونها هافت هافت رنج. هافت رنج يعني سبعة، هافت بالإيراني رنج معناته صبغ، فيعني الفخار ذات الألوان السبعة، الأحمر والأصفر والرمادي والزيتي والأبيض والأسود. 4 متر سجادة 8400 ميلادي. نافورة. Do they look like lions? No. So maybe possibly we know at this time the cultures were talking to each other and it was almost a game of Chinese literature. إسباني، هذا إسباني طبعاً من نوادر، هذا إسباني إسلامي. المباخر الإسلامية الإسبانية اللي موجودة في متحف طارق رجب، هذه هي نفسها. فيل 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 باليمن ما أدري والله، الجمل ندري، خيم جبال مكة مدينة حلوة وايد، رهيب حلوة وايد. خريطة 1531 واحد إيطالي رسمها، حد اللوحات العشرين العبقري ورائد عصر النهضة ليوناردو دافنشي، وهي لوحة المرأة تسمية الفورنيير تقريبا 1495. هذه أحد اللوحات العشرين من ممتلكات متحف اللوفر، معروضة هنا القطعة الأصلية. هذه القاعة تسمى قاعة الأمراء، ذكرنا يمكن في 5 قطع مهمة أول ما صمموا المتحف، منهم الملك جوديا مال لقش اللي صورته أول واحد، وثانيهم اللي هو لويس الرابع عشر، اللوحة اللي رسمناها ريني 1674، ولوحة ليوناردو دافنشي. هذولا أهم يعني 3 قطع من أصل 5 تو صورناهم. بعد في معلومة أذكر، يقولون أن لويس الرابع عشر هو أول واحد، أول رئيس أو أول ملك أو شخص يكتشف الكعب مال حذاء، يعني كان وايد قصير، فهو الكعب اللي قاعد نمشي في اليوم في الجوثي هو اللي اكتشفه. 8600 من الجيد أو اليشن والذهب والألماس والأحجار الكريمة، وهذه الخوذة الحربية هم 8500. هذا كعب لويس الرابع عشر، كهو أول واحد اكتشف الكعب. غرفة من باريس جايبينها 1650، كله خشب وذهب، ما يذهب كله جايبينه حق المكان هذا اللي في أبو ظبي. جاك لوي، القطعة الرابعة من أهم 5 قطع الأيكونيك حق متحف اللوفر أبو ظبي، نابليون بونابارت 1825 مايو في جبال الألب، روعة. شنو جمال المكان اللي رامبرانت لوحته موجودة،
من رواد عصر النهضة في الفن 1648 رسم نفسه 5 مرات وهو قاعد عند النافذة. رامبرانت من يعني رائد الفن الأوروبي وعصر النهضة في وفي هولندا طبعا القرن 18 و19. أمير شاب اسمه عثمان حمدي باي قاعد يدرس من تركيا. هذه قطعة الشيخ القبيلة الحبشي أو الحبشي من إيطاليا 1870، من أهم يمكن خامس أهم قطعة والأخيرة في كلمته، كلهم مهمين ولكن هذا الخمسة اللي هم أعلنوا عنهم. رخام وبرونز ولازورت. مارتشيلو طبعاً الفنان الإيطالي المشهور. شوفوا شوفوا فان خوخ من رواد عصر النهضة المتأخرة 1887. واو راسم نفسه أشهر لوحة في العالم فان خوخ. تصوير الشخصي مؤسس المدرسة البورتريت. واو هذا عشانكم أقرب نقطة معه مع فان خوخ. تعرفون هاللوحة هذه؟ لوحة أوبوت ويسلر من اللوحات المشهورة وايد نشوفها بس ما نعرف قصتها، لأن تقريبا تكون أول لوحة رسمت على الكانفاس بهالحجم بالسايز الكبير هذا. هذه اللوحة تكلمنا عنها، الفنانة العالمية الفرنسية اللي جت وتسوت لوحة بالخط المسماري أول وأقدم خط في تاريخ العالم والبشرية رايتنج سيستم، وإحنا حاليا تحت القبة. أي عظم واستثمار فلوسنا مواردنا نوظفها في المعرفة والفن والثقافة والحضارة والتواصل مع الناس وتقديم رسالة لمختلف الأديان. شوفوا هذا كله، هذا احنا كله الحين في الدور الأول، الحين الدور الأرضي أنا ما رحت له. هذا الاكتشاف اللي غير كل تاريخ العالم، كيونيفور الخط المسماري. هذا شوف المشهد الكبير اللي كان استخدام ديني ثم استخدام اقتصادي ثم أصبح للعامة كلها. مثل ما قلنا القبة قطرها 185 متر، أعلى نقطة فيها هو 35 متر ارتفاع القبة هذه اللي قاعد تغطي كل 55 قاعة وغرفة. هذا المسرح نحن انتهينا من يعني زيارة متحف اللوفر، وإن شاء الله تكونوا استمتعتوا في المتابعة، وراح أنزل كل اللي شفناه اليوم خلال رحلتنا في أكاونتي في اليوتيوب على حسن أشكناني. وعندهم نظام اشتراك 450 درهم حق شخصين مفتوح طول السنة، أو عندهم 500 درهم تقريبا حق 5 أشخاص أيضا مفتوح طول السنة في جزيرة السعديات. هذه الجزيرة الجميلة اللي راح تتحول بعد 3 سنوات إلى جزيرة ثقافية، متحف اللوفر، متحف شيخ زايد، ومتحف الفنون والقاعات والعروض في هالمكان الجميل. احنا اليوم راح نختتم رحلتنا
وإن شاء الله يعني كانت فيها نوع من الاستفادة، وشو تابعونا في رحلات ثقافية قادمة.